نظام الكتاب الإلكتروني في الحقيقة احنا طبقناه فعلا، احنا طبقناه في كلية التجارة السنة دي، ويمكن في مجلس الجامعة الأخير ده اللي هو كان الثلاث اللي فات، استعرض السيد عميد كلية التجارة برزنتيشن أمام مجلس الجامعة عن تطبيق النظام وآلياته ونجاحه بصورة يعني كبيرة جدا، سواء في التعامل مع الطلاب، سواء في جودة العملية الامتحانية نفسها. النهاردة إحصائية الغش في جامعة القاهرة سعادتك ممكن تقارنها بالجامعات الأخرى، إحنا عندنا 234 حالة في جامعة القاهرة، السنة اللي فاتت كان عندنا أظن 3000 وما أعرفش كام حالة. لما تيجي تقارن النهاردة النسبة بين حالات الغش في الجامعة القاهرة بالجامعات الأخرى، هتلاقي إن ده بيمثل مردود أساسي لتطوير العملية التعليمية.